بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد ابوكي. اتكلمنا قبل كده عن الوورد درايفنج، وكان في اكتر من ديمو قدمناه من خلال القناة بتاعتنا. النهاردة هننفذ تاني ديمو بسيط كده للوورد درايفنج، بس هيكون باستخدام الاوفر توس والواي فاي ادابتر الانترنال الخاص باللابتوب بتاعي والار تي ال اس دي ار في نفس الوقت. الاوبر تولز طبعا التول دي هتساعدنا ان احنا انترسبت الواي فاي باكتس الخاصه بالبي ال اي او البلوب سلو انرجي. الار تي ال اس دي ار هتخلينا انترسبت او نكابشر الباكتس الخاصه بالاي دي اس بي او الاي ام ار، والواي فاي طبعا هيخلينا نقدر نكابشر سواء الكلاينتس او الاكسس بوينتس. تمام، هنبدا على بركه الله. في البداية احنا هنحتاج معانا موبايل اندرويد ونثبت عليه التطبيق اللي هو اسمه بلو نيميا، بلو ان ام اي اي. تمام، الابليكيشن ده نستخدمه ان احنا نريدايركت الترافيك بتاع البلوتوث من خلال التي سي بي، وهنستخدم الاي دي بي ان احنا نفرود الباكتس دي او نفرود الترافيك بتاع البلوتوث ده من خلال الكيبل. تمام، وبعد كده ده كده السورس بتاعنا بتاع الجي بي اس او بتاع المصدر بتاعنا، ده السورس بتاع الديتا بتاعت الجي بي اس اللي احنا نستخدمها ان احنا نعرف المكان اللي احنا فيه. الورد درايفنج للناس اللي ما تعرفوش هو عبارة عن ان احنا بنعمل خريطة للديفايسز. تمام، بنعمل ماب كده للديفايسز سواء البلوتوث ديفايسز او الواي فاي ديفايسز. والنهارده هنضيف الاي دي ال ار تي ال اس دي ار عشان انترسبت كمان الاي دي اس بي. عشان ما اطولش عليكم هنبدا في الشرح. اول حاجه هنوصل الاندرويد ديفايس اللي معانا اللي احنا هنستخدمه. تمام، هنوصل اوبرتوس وهنوصل الار تي ال اس دي ار. هنكون مفعلين في الموبايل خيارات المطور، وهنفتح الابليكيشن اللي هو بلو نيميا وهنسيبه مفتوح. بعد كده هنكتب اي دي بي فورورد تي سي بي كولن 4352، وده البورت. لو بتستخدم كاستم بورت هتكتب البورت اللي هناك اللي بتستخدمه. تمام، بعد كده تي سي بي كولن 4352 برضه. تمام، بعد كده انتر. لو في اي اوتبوت طلع لك غير البورت اللي حضرتك بتستخدمه يبقى في حاجه، ايه، في حاجه غلط. بعد كده هنأدت على الفايل الخاص بالتول اللي اسمها كسمت سودو نانو اي تي سي كسمت دوت كونف. تمام، بعد كده هنسيرش عن جي بي اس دي. زي ما حضراتكم شايفين هنتأكد كده ان اللاين 182 او حسب الفيرجن الموجود عندك. اهم حاجة تتأكد ان جي بي اس ايكوالز، بتختار تي سي بي نوع الكونكشن اللي انت تستخدمه عشان تجيب الداتا، وبعد كده بتحط الاي بي اللوكال اللي عندك 127.0.0.1، وبعد كده البورت اللي انت ايه فروضته من الموبايل. بعد كده ايه كنترول اكس اكزيت. تمام، بعد كده هنشغل ايه ازا سودو، هنشغل كسمة سيرفر انتر. لو قال listening on وقال لك الاي بي والبورت يبقى انت كده ايه لحد هنا. تمام، هنفتح البراوزر. هتحط اليوزر والباسورد. لو اول مره تستخدم كسمت فهيقول لك اكتب يوزر وباسورد جديد. تمام، طبعا انا عامل يوزر قبل كده فمش محتاج ان انا اعمله من الاول. هنقف على العلامه اللي هنا بتاعه الجي بي اس، بيقول لنا ايه كونكشن لوست كده، في عندنا هنا مشكله. تمام، هنحاول ان احنا نفرود البورت من تاني. هو قال كونكتد اهوت، خلاص هو قال كونكتد. هنقف هنا تاني، نعمل ريفرش. في
في عندنا مشكلة في الجي بي اس، هنحاول نقفل الابليكيشن ونفتحه ونفرود من تاني. تمام، نقفل الابليكيشن على الموبايل ونفتحه من تاني. لونيميا، اوكي، نفرود البورت من تاني وبن تاب اي دي بي. خلاص، هو ظهر على الموبايل ان في كونكشن جالي، مش محتاج ان انا فرود او اعمل حاجة. هنقف هنا، اوكي، كونكت تو جي بي اس كونكتنج. طبعا هو بيشتغل ويفصل، فانا تقريبا عندي مشكلة في الكيبل او في عندي مشكلة في مكان ما. تمام، الطبيعي ان نفس الخطوات دي بتشتغل من غير اي مشاكل. انا لسه مجرب قبل تصوير الفيديو، كان كل حاجة تمام. فممكن حضرتك تجرب عندك ان شاء الله نفس الطريقة، هي هتشتغل من اي مشاكل. اول حاجة نختار الداتا سورسز من هنا، في ال HCI0 ده البلوتوث الخاص باللابتوب بنفسه، هنعمل له enable. طبعا لو بتستخدم راسبيري باي هيبقى عندك نفس الموضوع، يعني مش لازم لابتوب. عندنا ال WLAN، ال WLAN متفعل عليها المونيتورنج مود، هنعمل لها enable. عندنا ال RTL SDR، لو عملت enable لل EMR او عملت enable لل ADSB لازم، يعني التانية هتتلغي، لازم تعمل enable لواحدة بس منهم، ما ينفعش تعمل enable للاتنين. تمام، عندنا برضو الاوبرتوس، اوبرتوس مش ظاهر تقريبا. كده الاوبرتوس ظهر، هنعمل له enable برضو. تمام كده، احنا عندنا كام سورس؟ عندنا سورس للبلوتوث، وعندنا سورس للبي ال اي، عندنا سورس للار اف عن طريق الار تي ال اس دي ار، وعندنا سورس للواي فاي. تمام، كل الحاجات دي هيعمل لها كابتشر. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، هو خلاص الديتا بتاعت البلوتوث ظهرت، جاب هنا اللوكيشن اهوت. تمام، وكل حاجة بتعمل بكفاءة الحمد لله. لو جينا نبص هنا، ممكن نكبر الشاشة. لو جينا نبص هنا نلاقي في واي فاي اكسس بوينتس، في بلوتوث ديفايسز، تمام، في طبعا ايه ده لو انرجي اللي هو البي ال ايه. تمام، في بلوتوث ديفايسز تانية، في واي فاي بريدجز. طبعا اي ديفايس في المحيط بتاعنا هيجيبه، هيلوج الديفايس ده. تمام، وفي نفس الوقت هيلوج اللوكيشن بتاع الديفايس. تمام، لو اخترنا مثلا جهاز زي ده بيجيب معلومات كاملة عنه على قد ما بيقدر، يعني هو بيجيب معلومات عن الجهاز على قد ما بيقدر. تمام، دلوقتي هنحاول نستخدم قسمة كلاينت. طبعا احنا استخدمنا قسمة سيرفر، قسمة اوكي داش اتش. بما ان الاتنين شغالين على نفس الجهاز، بس مش لازم نديفاين السيرفر. تمام، قسمة اوكي، في مشكلة تقريبا، مشكلة في النتورك. تمام، ده شيء طبيعي. احنا دلوقتي حولنا الانترفيس بتاعتنا من الوضع العادي لوضع الايه، لوضع المونيتور مود، فعشان كده هو مش هيقدر ايه يأكسس. تمام، ممكن برضو نحاول، عايزين سبيسيفاي عايزين نعمل سبيسيفاي للادرس والبورد. تمام، احنا ممكن ايه اللاس اسمه، برضو في حاجة نسيت اقولها. تمام، ممكن تستخدم قسمة من خلال درون،
يعني ممكن تستخدم درون ان هي اللي تعمل موضوع الور درايفنج ده، بدل ما حضرتك تستخدم عربية مثلا، او يبقى اور ووكينج مثلا مش وور درايفنج، وتمشي على رجليك، او تستخدم مثلا دراجة او حاجة زي كده. تمام، ممكن تستخدم درون. طبعا الدرون ممكن تكون عامل لها جيل بريك، وتقدر ان انت تحط الحاجات دي على الكنترولر نفسه، او ان انت تستخدم معاها راسبيري باي، وده يفضل ان انت تستخدم معاها راسبيري باي. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. تمام، كهوم وورك لو حضرتك حابب تنفذ التاج ده، او حابب تنفذ الوورد درايفنج، تقدر ان انت كابندسيز ان انت تاكسبورت اللوجات بتاعت عملية الوورد درايفنج دي از اكس ام ال فايل، وتعرضه او تستعرضه من خلال برنامج جوجل ايرث. تمام، من خلال برنامج جوجل ايرث لما تفتح الفايل اللي هو اللي فيه اللوج ده، هيكون عليه كل الداتا او كل معلومات الديفايسز دي مربوطة بالمكان او بالجيو لوكيشن الخاص بكل ديفايس. من بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو في اي استفسارات هكون موجود بإذن الله في خدمتكم. بشكركم على حسن المشاهدة، وبتمنى تشتركوا في القناة، وإلى اللقاء.